معنا مباشرة عبر الهاتف من الخرطوم المحلل السياسي الأستاذ سيف اليزل بابوكر. مساء الخير أستاذ سيف. يا مرحبا، مساء النور. القناة الفضائية أهلا السعودية، بك. مرحبا أهلا بك. بك. نعم، كيف تابعتم هذا الأمر الكريم من خادم الحرمين الشريفين وأثر ذلك على ذوي الشهداء؟ طبعا المملكة العربية السعودية عودت السودان وشعب السودان منذ عهد الملك عبد العزيز المؤسس لدولة طيب الله وصراه. امتدت العلاقات بين الشعبين السعودي والسوداني لعهود من الزمان، يعني تحمل في طياتها الكثير من التقدير والاهتمام والرعاية بالشعب السوداني داخل المملكة أو في بلادهم. وهذه المكرمة التي صدرت اليوم، وإنما في تقديرنا وتقدير عديد من ومعظم فئات الشعب السوداني، تعد مواصلة للدور الذي ظل تلعبه المملكة العربية السعودية وظل يلعبه خادم الحرمين الشريفين في نصرة السودان ودعمه، ليس تقديرا فقط لدورهم في الحرب وتوحيد اليمن، وإنما للعلاقات المتميزة التي تربط الشعبين منذ قديم الزمان، خاصة أن المملكة قد وقفت مع السودان في كثير من المحن التي تعرضت لها البلاد من أيام السيول والأمطار وإلى الأوضاع الاقتصادية التي مرت بها البلاد، والحمد لله تجاوزت كثير منها. وحتى الأمر الآن فيما يتعلق بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان، نعم، للمملكة العربية دور كبير في يعني دعم العالم لنصرة السودان ونصرة قضاياه. إذن الأستاذ سيف اليزل بابكر، كنت معنا من السودان، شكرا جزيلا لك.